في البدايه جمعيه التنميه اللي فتحت لنا فرصه انا نعيش واحد الدوره كتختلف على الدورات التكوينيه اللي كتقوم بها واحد اللي كتعرف واحد المجموعه من التكرارات في المواضيع ديالها. بالتالي انا محظوظ لان كان وقت الجمعيه اللي كتخضع لاول مره على حسب علمي في المحليه بواحد الشكل جديد في الدورات اللي كتتعلق بمواضيع جديده وعندها علاقه بهذا الشيء ديال الاعلاميات والانترنت. وشكرا. هاد التكوين اللي كان تيتميز بواحد الطابع ديال التشويق شي حاجه اللي جديده ما كناش كنعرفوها. داكشي اللي كنت كنطمح ليه من قبل وصلت ليه يعني منين جانا البرنامج لقيت ديمو اللي ما فهمتهمش وبغيت نتعلم. عطيت فرضيات وبغيت نتعلم بزاف ديال الحوايج اللي الحمد لله تعلمت من مورا هاد التكوين. ماكنتش عارف اني غادي ناخذ هاد المعلومات اللي خديت استفاد طروج ولادي. كنت امي من ناحيه ديال البودكاستين. الصراحه شنو نقول لك، نقدر نقول لك بشكل الحمد لله دابا الباكاج اللي غادي نفيد به الحمد لله الاخوان ديالي في القنيطره، وغادي نقول لك ان شاء الله مستقبلا غادي نفيد به حتى الاخوان اللي خارج على مدى القنيطره وشي جمعيات اخرى ان شاء الله باذن الله.